مرحبا بكم مجيد في التاسعة مساء. يلتحق بنا زميلنا حسام. حسام مرحبا معز. شنو هي المشكلة اللي عملنا المرة هذه؟ إن شاء الله بحوله تعالى مشكلة. فما مشكلة؟ ما فهمتش علاش يتغشوا السياسيين. فما سياسيين كي نزور تو نمشي للكونفرنس يفرحوا برشا أن نكونوا كاميرا حسام تكون موجودة ولا التاسعة تكون موجودة على خاطرنا نعديو الحاجات الانتيمة أوني أون تران دو تاكيني لي بوليتيسيان. بحالاش قاعدين نعملوا فيها بشر ولا بأجندة ولا بغيره معناها. في كل الأحوال فما شكون يتخيل بأن الأمور تدبر بليل في إطار محاولة معناها لضرب هذا الحزب أو الحزب هكا ولا تشوف ردود الأفعال كيف؟ والله غريبة غريبة غريبة. باهي اليوم هنشوفوا شكون مشي يضرب. أعطينا خلينا نبداو خلينا نشوفوا ساعة. نبداو بوزير كنت تحكيو عليه بكري شوية نجي جلول. نجي جلول اللي مشى لسكرة في إطار المدرسة الرقمية والتعليم عن بعد. نجي جلول كان متواجد في مدرسة في سكرة وكانوا استقبلوه وزاد الصغيرات استقبلوه على طريقة المهات. نشوفوا استقبال نجي جلول في سكرة كيفاش. هذوما الوحيدين اللي فهموا انجازات نجي جلول. بعد ما خرج نجي جلول من زياره طويله، نجي جلول سالوه الصحفيين على اصلاح 4000 مدرسه، 4000 مدرسه كيفاش باش يتم تهيئتهم؟ منين الموارد؟ هكا جاوب نجي جلول. عندنا امكانيات، انا ما تعرف نخدم في الاثار، لقيت كنز كبير، معناها ما عندكمش فكره، الويز والذهب والكل، قاعدين نعملوا البنيه التحتيه. هكا فهمتوا الوزير قي برشا لويز برشا ذهب. هذاك علاش حبينا نعرفوا راي صغيرات في تصريح الوزير وهكا ردوا. فهموك صغيرات سيد الوزير. باش نمشي من الوزير لبرشا وزراء، مجلس شورى حركه النهضه اللي تأم في الحمامات. المجلس هذايا ماك تعرف صعيب ياسر انك تتحرك في المجلس وتصور شنو يصير. بون قعدنا لبرا شويه صورنا تحذيرات لبرا. تعرفوا التحذيرات باش يطلع شكون يعطي التصريح النهائي يلزم فما بيبيتر يحضر ويلزم يتم تهيئته باش تحطوا الكاميرات. صورنا البيبيتر. قعدنا بهتين علاش يعملوا هكا، علاش فما كالا ملوطه. استنينا شويه شفنا شكون جاي باش يلقي الكلمه وفهمنا. ومرجعيه اتفاق الحركه والانفتاح ولمشروع قانون الماليه لسنه. فهمتوا سي عبد الكريم قام في حركه النهضه، هذاك علاش لازم شويه دعم من مجلس الشورى. نمشيو مع قامه اخرى اللي هو السيد محمد صالح العرفاوي. اكيد الناس الكل يتفكروا سيد وزير تجهيز الاسكان وحكايته طويله مع كاميرا حسام، لكن نحب نهني الناس اللي ينبروا برشا. راهو مع سيد الوزير رجعنا اصحاب ودحنا ديما اصحاب ما تعرفناش، هذاك علاش حضرنا له في الافتتاح نتاع القنطره الجديده اللي باش تتعمل من حي الخضرة حتى نين توصل للنصر. القنطرة هذه كان دشنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع وزير التجهيز والإسكان. هاي لحظات التدشين وسؤالنا على طول القنطرة للسيد وزير التجهيز والإسكان بعد التدشين. طول كل قديش؟ هذا 650 متر، بلوزيور بوان، بلوزيور سو دو موتون تسموها، معناها خروف ينقص. ها؟ زيد عداها. أكيد مش عداها، خروف ينقص معناها قنطرة تشد حتى العيد الكبير كهو هذا سيد الوزير. باهي نكملوا مع الوزراء نتاعنا، نمشيو لقمرت فين فما الندوة الكبيرة حول العقد الاجتماعي اللي حضرها الوزراء الكل وحضرتها عديد الشخصيات كما رئيس الحكومة حسين عباسي وداد بوشماوي ووزير الشؤون الاجتماعية سيد محمد طرابلسي هو اللي كان افتتح الندوة مع رئيس الحكومة. ولكن وقت اللي خرج سمير بطيب صديق الفقرة خارج من مقر الندوة كان رافقه وزير الشؤون الاجتماعية وكانت مرافقته ليه مؤثرة جدا، خلاتنا في كاميرا حسام نعدوا لهم الهدية هذه والكليب هذا. هاو التوافق سي سمير، شنو رايك التوافق سي سمير بالله؟ فهمتك سي سمير فهمتك.
بلاش مشاكل اليوم تقولوا لي لا الله اعلم احنا ما نعملوها نعملوها هكا وبعدك شي بعد دينا تاويلات ما نتخيلوهاش تاويلات حاجه بالله الشيك ما تعطموش باريك مش تعملوا حاجه مدفوعه الاجر فماش خاطر هذه ما حكيت مدفوعه الاجر مادامك تحكي على الشيك